اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل الصحي، واحنا اتفقنا مع بعض يوم الاحد من كل اسبوع اكيد انت كاتبه على باب الثلاجه احنا الاحد اكل صحي مع الشيف المغازي، ولكن الاكلات اللي بنعملها في متناول الجميع، يعني عايزك تفتحي باب التلاجة تشوف المطبخ بتاعك فيه ايه. بنعمل الاكلة نسبة الديون فيها قليلة جدا، وعندنا الاكلة بتبقى بنسبة 98-98% اكل صحي زي الفل، زي مثلا الفول الاخضر النهاردة مش الموسم بتاعه، ولكن الفول المجمد اللي هو الحب بتاع الفول الاخضر نقدر نعمل طبق فول بالزيت، زيت الزيتون مع توم، الطبق ده يتاكل بارد او سخن. اكلة صيامي لطيفة وجميلة وصحية، والصحة تاج على رؤوس الاصحاء. معانا لحمة النهاردة وجاي على بالي اعمل طبق فتة، ايه المشكلة لما اكون بعمل دايت واكل فتة؟ هنعمل فتة النهاردة، فتة اللحمة مع الزبادي والحمص. الحمص مصدر غني جدا للبروتين النباتي مع لحمة نسبة الدهون فيها قليلة، هنشوف نعمل ازاي الفتة بتاعتنا، ولكن اللحم النهاردة لحم مفروم ضاني. معانا بقى شوربة النهاردة، هي مش غريبة ولا حاجة، شوربة أنا شخصيا بحبها، بتساعد على الهضم، بتعالج مشاكل الحموضة، اللي عنده مشكلة مع الكولون شوربة الزبادي. الزبادي اتعمل شوربة يا شيف؟ آه. مش هيفرط منك يا شيف؟ لا. مش هيبرغل منك يا شيف؟ لا. مش هيقطع منك؟ لا. هنشوف الزبادي ازاي يخش على النار ونقدر نعمله شوربة مع الطشة اللي هي التومة مع الكزبرة مع عصرة ليمون، هيبقى طعمه لطيف وجميل. صدقيني الشوربة دي لما تعرفيها وتعرفوا القيمة الغذائية بتاعتها، جوزك عنده مشاكل مع الحموضة، مشاكل مع الكولون، أكيد هتفيده. الأكل النهاردة صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، ومفاتيح السعادة في جيبك ما تدوريش عليها، هي المطبخ، حتى الأكل الصحي من المطبخ. هنطلع فاصل صغير واوعوا تروحوا بعيد عشان أكلنا النهاردة أكل صحي، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، هنعمل طبق صيامي دلوقتي اسمه الفول بزيت الزيتون. الطبق ده بيتقدم من طبق المقبلات، ممكن يتقدم بارد وتقدم سخن. والطبق ده الميزه فيه ان احنا متعودين على طبق الفول المدمس، ناكله مع زيت حار، مع زيت زيتون، مع طحينه، ولكن الفول الاخضر اللي هي الفصوص بتاعت الفول الاخضر لما نشيله ونخزنه اكيد بيبقى طعمه لطيف. وكان زمان الوالده رحمه الله عليها تعمل لنا الفول الاخضر ده مع الرز وشوربه، لطيف جدا على فكره. الفول الاخضر نفسه يتقمع كده زي البسله، حاجه لطيفه وجميله، بس يجي الموسم بتاعه. معانا فول مجمد، وده موجود في اي سوبر ماركت او انت مجمداه. معانا بصل، معانا فلفله حلوه، معانا زيت زيتون، معانا توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. ولماذا الكمون؟ علشان الكمون بيشيل الغازات مع البقوليات زي الفول والحمص. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. نمسك ناخد البصلايه دي نقطعها شرايح كده، بساطة سهولة مرونة. طبق صيامي صحي 100%. الأمارة يا شيف؟ الأمارة إن إحنا زيت الزيتون عندنا مفيش منه مشاكل، القليل منه لطيف. البصل، الفول الأخضر الجميل الحلو، والثوم في غنى إن إحنا نتكلم عنه، بيخلصنا من الكوليسترول، قيمته الغذائية عالية جدا، ينشط الدورة الدموية، وخاصة الأجزاء الدقيقة من الجسم. يعني الثوم من ضمن الحاجات اللي بيقلل الكوليسترول. أدي البصلاية في قلب الزيت، مش هنحمرها، مش عايزة تاخد لون بالشكل ده كده. وأقول لك على فكرة حلوة ما تقوليش لحد، عايزه البصلايه دي تفك من بعضها كده وتبقى لطيفه وجميله، رشه ملح وغطيها. الله عليك يا عم الشيف. الحاجات دي بتيجي منين؟ بتيجي من الخبره. اوعي تنسى انك انت حاطه ملح وغطيها. هنتفرج عليها بعد شويه. البخار هيطلع يفك لك البصله من بعضيها. ناخد الفول الاخضر بتاعنا الجميل ده كده اهو، نحط عليه التوم. ده توم ني مفيد، ممكن التوم ده يتقطع فصوص على فكره. معلقة فلفل حلوه بس خلاص.
وشويه نعناع يابس حلوين عشان حاطط توم كتير. الله حلو قوي. وتعالوا نروح للبصله الحلوه. خلص الطبق كده بتاعنا. نبص على البصله الحلوه دي كده. اخبارك ايه يا بصله؟ اهي شوفها فكت معايا ازاي. الله ايه الروقان ده، ايه الجمال ده. فكت من بعضها ازاي، فل. شرايح لطيفه وجميله. خليكي فاكره انك انت حاطه ملح، بالله عليكي. على البصلايه، والملح هو اللي خلى البصلايه طريه كده زي الفل. مع زيت الزيتون ننزل بكل الخلطه دي. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ جبت الفول المجمد، فكيته بطبيعته في درجه حراره المطبخ، حطيت عليه توم، حطيت عليه نعناع يابس ومعلقه فلفله حلوه مع البصلايه. الطبق ده خلص. بعد ما بيطلع من النار بنعصر عليه عصره ليمون، وبالف انا وشفا. حلو قوي. ده طبق مقبلات سلطه جميل جدا اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هياخد شيشاء ميه واسيبه على نار هاديه بعد ما يتقلب حلو كده. اكله جديده وحلوه. هتاكل البصله وتسيب الفول، تاكل الفول وتسيب البصله زي ما هو كده ونار هاديه وننساه. كمان واحده. شكرا، يلا مع السلامه. ونغطي. بص عليه بصه كده قبل ما اغطيه. يلا ودعه. هو ده الفول الاخضر، عملته مقبلات حاجه كده لطيفه وجميله. طبق صيامي بنسبه 100%. تمام، نخش على اللي بعده. اخبار الفول ايه؟ بص على الفول، بص على الحلاوه. حاضر ابن حلال والله مخرجنا بيقول لي اللحمه اللي انت حاططها في الفرن نسيها يا شيفنا. شفتوا بقى لما يكون المخرج قلبه على الشيف. شفتوا الفول هنا خلصانه وزي الفول. شلناه من النار، نسيبه لما يبرد شويه، بنحط عليه عصره ليمون ونقدمه بالف انا وشيفا. تمام. اخبار الميه ايه؟ وصلت لفين؟ مش هحط الزبادي على الميه غير لما اشوفها بتغلي قدامي. خلي بالك. خلينا نغرف الفول بالمره. اللهم صل على النبي. فول بزيت الزيتون. الطبق ده لما يتاكل بارد بالمعلقه كده بالف هنا وشفا، معاه شويه عيش محمصين زي اللي معايا دول. شفت ازاي؟ لان لهم وظيفه في كل العناصر الغذائيه. الطبق ده ما ينفعش اسيبه كده. البرزنتيشن مطلوب، خلي بالك. وانا بتسوق امبارح شفت برتقان، بشاير البرتقان في السوق، فلقيت البرتقان لسه اخضر، فجاء على بالي اجيبه. ايه المشكله لما زين بيه الطبق بتاعي؟ على فكره انا من الناس اللي بتحب البرتقان يكون حامض شويه، بحس ان انا باكل برتقان عكس لما يكون البرتقان سكري. شفت بقى الروقان ده كده؟ شفت الطبق ده كده معانا حلو يا شباب. يغنيكي عن الليمون. فكري تاخدي بشره البرتقال الاخضر ده كده وبشير البرتقال الاخضر تعمليها كيكه. يا سلام، تاكلي صوابعك وراها. انا بعشق الكيك ببشره البرتقال، خاصه البرتقال الاخضر بشير بتاعته. شفت الاكله دي؟ ده خلاص كده جاهز. الف انا وشيف. ممكن بقى تحط عود نعناع زي ما انت عايزه. الطبق ده بهديه طبعا، اكل صحي واكل صيامي وزي الفل. طبق الفته ده بالذات لانه ده مدرسه اسمها مدرسه المغازي. الاول العيش اتحمص، في طريقتين لتحميص العيش، يا اما نحمصه في الفرن يا اما نقليه في الزيت حسب ما انت بتحبي. جبنا اللحمه المفرومه اللي هي اللغتليه، حطينا عليها زبادي وطحينه وتبلناها ببقدونس ناعم، وخدت شويه البهارات وخدت معلقه طحينه وقلبناهم كلهم في بعضيهم، وفي الاخر عملناها بايدينا كده
وحطيناها في الفرن تستوي. خدنا البهريز بتاعها والجوس بتاعها خليناه على جنب، خدنا اللوز حمصناه في قلب الطاسة، نتيجة تحمير اللوز مكان الزبدة والسمنة والزيت حمرنا التومة، نزلنا بالبهريز اللي نزل من اللحمة على التومة مع الكزبرة مع شوية مية الحمص بتاعت السلق، وعندنا الحمص مسلوق. ايه اللي عندنا بعد كده؟ الزبادي والطحينة، حطينا زبادي مع عصير ليمون مع طحينة مع نعناع يابس وقلبناهم مع بعض، وبدأنا ان احنا طبقنا الاكله بنفس التفاصيل، وانا واثق ان انت لو حبيتيها هتعمليها احسن مني، لانك انت بتعملي ولادك وجوزك، فمهما انا اشتغل ومهما اعمل مش هوصل لواحد على عشرة من ايدك يا امي، خلي بالك ده مهم جدا، عشان برنامجنا اسمه اكله امي اللي هي لا تعوض. بعد زمن طويل بعد عمر طويل ما ننساش اكله ايد امي وريحه ايد امي ونفس امي في الاكله. عملنا شوربة الزبادي لطيفة وجميلة بهدية لكبار السن للأطفال اللي عندهم مشاكل مع الكولون، مشاكل مع الكوليسترول، مشاكل مع السكر، مشاكل مع الضغط، شوربة آمنة بنسبة 99.9. معانا طبق فول صيامي بزيت الزيتون آمن بنسبة 99.9. معانا طبق فتة جامد جدا بنسبة 60% 65% لأن اللحم الضان هنا يعور في نسبة دهون شوية، معلش سامحوني، وتحمير العيش في الزيت، فأنا صادق وصريح مع حضراتكم. رؤية فن إبداع أكل صحي بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.